السلام عليكم. معلومة على الماشي، اختيار شريك الحياة الجزء الأول. أول ما اسمع شريك الحياة يبقى لازم تركزي في اختيارك على شريك حياتك، وانت كمان لازم تبحث عن الإنسان اللي هتكمل معاه حياتك. تعال نشوف القصة دي. الشاب بيعجب بالفتاة ويبدأ ان هو يروح عند الأسرة ويطلبها منها. الأسرة بتبقى واقفة متحيرة، قضية فعلا محيرة وقضية مصيرية ما بين الرفض وما بين القبول، وبص لحاجات معينة، المستوى الاجتماعي، المستوى الاقتصادي، المستوى الثقافي. وعادة ما بتطلب من الشاب ان هو يديهم فرصة عشان يفكروا. في الحقيقة هم مش بيفكروا، هم بيروحوا بيسألوا على الشاب دوت وعلى أسرته. بعد كده لما بيطمنوا بيبدأوا ان هم يقبلوا الموضوع. هل يا ترى القبول ده او هذه الطريقة هي كفاية لإقامة علاقة زوجية او شراكة زوجية؟ طب يا ترى إغفال الأسرة للسمات والصفات المشتركة ما بين الطرفين، هل الطرفين فيما بعد هيقدروا إن هم يتداركوها؟ طب إيه هي الاعتبارات والمعايير الأساسية اللي من خلالها نقدر إن احنا نقول إن في شراكة أو تتجمع أسس الشراكة الزوجية السليمة؟ وهل الحب هو السبب الأساسي في هذه العلاقة أو السبب الأساسي في الزواج؟ من الواضح ان الحب مش السبب الاساسي في الزواج، هو ضروري ومهم، لكن في اسباب اخرى للزواج، منها الاستقرار الاسري، منها الهروب من الوحده، الهروب من تسلط اب او اخ او ام، طلب المال، طلب الشهره، الوصول لوظيفه مثلا اجتماعيه او منصب سياسي معين، رغبه برضو في تنفيذ ما يطلبه الاب او الام. عشان كده بنقول ان الزواج هو النمط الاجتماعي اللي بيلاقي قبول ومشروعية من خلال العلاقة الخاصة اللي ما بين الرجل والمرأة في المجتمع. فعشان كده بلاقي ان من اسبابه او من ضمن اسبابه اللي هو الاستقرار او الدعوة الى الاستقرار والبقاء في الحياة. كمان الرغبة في تحقيق الوالدية والرغبة في تحقيق الأمومة. عشان كده بلاقي ناس كتير بتنجذب الى الزواج، وبلاقي كل انسان بيدور على الطرف اللي بيناسبه والطرف اللي بيرضيه. في كتير جدا من الازواج بقى كان من الصعب عليهم ان هم يكملوا هذا النمط الاجتماعي، لكن في ملايين قدروا ان هم يكملوا واعترفوا ان هذا النمط الاجتماعي اللي هو الزواج هو افضل نمط. كتير من الابحاث اتعملت على الزواج وقالت ان عملية الزواج دي هي عملية قائمة على التناغم والتجانس. بس التناغم والتجانس ده مش هيتحقق الا من خلال عوامل، منها العقيدة، المستوى الاجتماعي، المستوى الاقتصادي، المستوى الثقافي، درجة التعليم، وكمان مكان السكن. طيب هذه بقى العوامل لها وظيفة معينة في ان هي بتوجه الانسان لكيفية اختيار شريك الحياة. بس قبل ما نختار شريك الحياة لازم تكون العلاقة فيها أكثر توافق. عشان كده لازم نسأل نفسنا شوية أسئلة. هل يا ترى في تفاهم ما بيننا؟ وأنا أقصد بالتفاهم هنا، هل أنا هتقبل طباعه وهتقبل انفعالاته؟ هل كل طرف مننا هيهتم بالآخر وبيراعي الآخر؟ هل في صبر ما بيننا؟ هل أنا هستمتع بصحبته وهو هيستمتع بصحبتي، ولا ما هنصدق إن إحنا كل واحد ينشغل في حاجة ونبعد عن بعض؟ هل في صداقة ما بيننا؟ هل من الممكن أن نتحمل مع بعض أعباء الحياة؟ هل من الممكن أن نتحمل مع بعض مسؤولية الحياة، ولا كل واحد هيكون في طريق؟ هل ممكن أن احنا نتقبل أخطاء بعض؟ بمعنى أن أنا لو كنت مؤمنة بحاجة معينة أقدر أن أنا أتغاضى عنها عشان أرضي الشريك؟ كل الأسئلة دي لو جاوبت عليها بواقعية هقدر أن أنا أوصل إلى أن مدى التوافق في هذه الشراكة أو هذه العلاقة الزوجية. لأن العلاقة الزوجية لازم مجمل التفاصيل تبقى عند الطرفين. العلاقة دي مش هتقف على انه اصل وسيم، اصل مكانته الاجتماعية كويسة، اصل مستواك الاقتصادي كويس. لا طبعا، استحالة طبعا، لان هذه عبارة عن اقنعة، واستحالة هذه الاقنعة ان تقام عليها شراكة زوجية او علاقة طويلة الامد. عشان كده بقول لكل البنات، مش كل يعني مفيش راجل كامل، الكلام ده في السينما والروايات، وبرضو بقول لكل الرجالة مفيش امرأة كاملة. عشان كده بنقول ان كل طرف لازم يخفض سقف التوقعات بتاعته. ليه؟ لان العلاقة الزوجية الناجحة مبنية على اننا المفروض ان احنا ما نكونش شبه بعض، المفروض ان احنا نكون بنكمل بعض. يعني ايه الناقص اللي عندي وانت هتكمله، وايه الناقص اللي عندك وانا هكمله.
بالتالي هنقدر ان احنا نعرف عيوب بعض ونتداركها وهنفهم العيوب دي، ودي اهم حاجة في نجاح العلاقة الزوجية. يعني المفروض ان انا ابقى عارفة كل حاجة، الصراحة اهم حاجة، ما تظهرش مثلا بالعصبية مثلا وانا اصلا عندي برود، او اتظاهر بالبرود في موقف معين وانا اصلا عصبية. اذا لابد ان احنا نراعي عدم التجمل زيادة عن اللزوم في فترة الخطوبة وعدم الكذب. ليه؟ لأن الكذب ده هيؤدي إلى إيه؟ انهيار جبل الثقة اللي ما بيننا وما بين بعض، وفي الآخر هنسأل نفسنا وهنقعد مع نفسنا ونسأل، هل هو ده الطرف فعلا اللي أنا، أو الشخص ده هو ده الإنسان اللي أنا اخترته ولا لا؟ استنوني في معلومة جديدة، مع تحياتي دكتورة إيمان السبيوسي.